حياكم الله. أعنف حملة قصف جوي ومدفعي تتعرض لها الأحياء الجنوبية من عاصمة بلادنا. الوضع في جنوب العاصمة وفي العاصمة عموما. نعم، سوف أبدأ من الريف الدمشقي. وفي الأخبار العاجلة الآن، عشرات الدبابات ومئات الجنود في منطقة التربة في جرمانة وطريق المطار تحشد قواتها لاقتحام بلدة مليحة واستعدادا أو استعادة ساميكو. والنظام طلب من سكان حي التربة في منطقة جرمانة المؤيدة إخلاء الحي بشكل كامل من أجل بدء المعارك على جبهة المليحة. أيضا في بلدة المليحة سقوط الآن أو في هذه اللحظة 6 جرحى في صفوف المدنيين، بينهم طفلين وامراه، بالاضافه لثلاث رجال جراء قنصهم من قبل كتائب الاسد المتمركزه على حاجز النسيم اثناء محاولتهم الخروج من الغوطه الشرقيه بسبب الحصار على بلده المليحه والغوطه الشرقيه عموما. وطوال الليل والقصف المدفعي لم يهدا على مدينه يبرود والذي كان يستهدف اطراف المدينه، مما ادى لسقوط العديد من الجرحى. ايضا في المعظميه لا زالت الشبكات متواصله على الجبهتين الشرقيه والشماليه في بتغطيه ناريه من دبابات كتائب الاسد المتمركزه في جبال المدينه. والجيش الحر بالفعل استطاع صد محاوله تسلل كتائب الاسد وجنوده، طبعا تزامن مع قصف مدفعي تعرضت له المدينه. في وادي برده حدث اطلاق نار متقطع من حاجز الرمال الاسدي على الطريق الواصل بين الجديده والاشرفيه. بالنسبه للمناطق الجنوبيه سيدي الكريم، اليوم شهدت بلده الحديره نزوح كبير للاهالي باتجاه المناطق الاقل خطرا في جنوب دمشق بعد اشتداد حده القصف والمعارك على اطراف هذه المناطق او على اطراف المناطق الجنوبيه في محاوله اقتحامها من كافه الجهات من قبل الميليشيات التابعه لحزب الله ولواء ابو الفضل العباس. واليوم يعني نحن نوجه نداءات لجميع الشرفاء من الجيش الحر ومن طبعا ومن جميع الكتائب المتواجده ان كانت الغوطه الشرقيه او الغوطه الغربيه او حتى المناطق الجنوبيه، التحرك سريعا وعاجلا لنصره المناطق الجنوبيه كالسيده زينب واحياء حجيره والعديد من المناطق التي تحشد يعني لها ميليشيات حزب الله ولواء ابو الفضل العباس لاقتحامها بكافه انواع الاسلحه الثقيله وايضا بالدبابات. وهناك المئات من عناصر هؤلاء المرتزقه يريدون اقتحام هذه المناطق. طبعا هذا ملخص ما حصل في الريف الدمشقي. في العاصمه دمشق ما زالت الاحياء الجنوبيه كالحجر الاسود ومخيم اليرموك بالاضافه لاحياء جور وقابون وبرزه تتعرض لقصف عنيف، فيما شهدت منطقه شبيحه عش الورور انفجار حزب اركان شبيحه النظام وكتائبه، حيث قام الجيش الحر بالتصدي لكتائب الاسد وردعهم وتمشيط الابنيه التي كانوا يتمركزون بها هؤلاء. وايضا تم قصفهم بمدافع الهاون وتم تكبيدهم خسائر فادحه في الارواح والعتاد لهؤلاء الشبيحه الذين يسكنون عش الورور. نعم، اشكرك مازن الشامي، حدثنا من مدينه دمشق ومنها ننتقل معكم.